بشر بالمغفرة والتواب الصابرين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه واستعينوا بالصبر والصلاة. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا خير من صام وصبر وعبد الله وشكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا يصبرون في البأساء والضراء فنالوا بذلك رضا الله في الدنيا والآخرة. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله، جمعنا الله جل جلاله في هذه الليلة المباركة تحديدا في هذا المكان المبارك. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا ولسائر المسلمين، كما نسأله أن يرحم المرحومة وأن يتجاوز عنها وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يرزق أولادها وأصحارها وأقاربها وإخوانها صبر المتقين، صبر عباد الله الصالحين. معاشر الإخوة، تعالوا لنعيش لحظات مباركة في رحاب الصبر، وما أحوجنا إلى ذلك. انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا نداء رباني، نداء إلهي موجه إلى أهل الإيمان والتقوى. مثل هذا النداء ذكره الله 88 مرة في كتابه العظيم، أولاها ورد في مطلع سورة البقرة عندما قال الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. على النقيض من ذلك وجه نداء يتيم إلى أهل الكفر والعناد، ولدى في سورة التحريم عندما قال الله جل جلاله: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا فعل أمر، والأمر في القرآن الكريم يدور بين الوجوب والندب، والوجوب أرجح وأظهر، ما لم تقم قرينة تسرفه إلى الندب، وغياب القرينة لا يفيد أن هذا الأمر واجب. اصبروا على ماذا؟ اصبروا على أمور الآخرة، اصبروا على أمور الدين والدنيا على حد سواء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وصابروا الكفار فلا يكونوا أشد منكم. ثم قال تعالى: ورابطوا. أصل الرباط أن يربط كل من الخصمين خيولهما استعدادا لحرب ضروس. ثم توسع فيه أهل العلم وأصبح الرباط يطلق على الجند الذي يجود عن ثغور الدولة الإسلامية، هذا يعتبر مرابطا. في هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم؟ ألا أداة تنبيه؟ ألا أخبركم؟
على ما يرفع الله به درجات العبد في الآخرة، ويمحو به السيئات ويكفر به الذنوب. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على الخير، لذلك قالوا: فلا يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وإسباغ الوضوء هو القيام والإتيان به على الوجه الأكمل والأحسن. وهناك فرق بين تجديد الوضوء وإسباغ الوضوء. التجديد قد يكون لغرض ما، بينما الإسباغ هو القيام به على الوجه الأحسن والأكمل. ألا أدلكم على ما يرفع به الله الدرجات ويمحو به السيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هناك مكاره، هناك مشاق، بعضها تلو الآخر، ولكن المؤمن القوي يتوضأ في الحر الشديد ويتوضأ في البرد القارس، فهو يدور وجودا وعدما مع طاعة الله عز وجل. وكثرة الخطى إلى المساجد، أي أنه يتوجه عندما يسمع النداء يدعو الناس إلى الصلاة، فهو يتوجه إلى بيت من بيوت الله عز وجل لأداء الصلاة المكتوبة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إذا صلى الصبح فإنه ينتظر الظهر، وإذا صلى الظهر فإنه ينتظر العصر، وإذا صلى العصر فإنه ينتظر المغرب، وإذا صلى المغرب فهو ينتظر العتمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قالها مرتين، وهذا يعني أنه أكدها توكيدا لفظيا لا معنويا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. تقوى كما لا يخفى عليكم هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر الواردة في كتاب الله والواردة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجتناب النواهي الواردة في الكتابين على حد سواء. ولعل أبرز تعريف للتقوى هو الذي يعزى إلى الإمام علي كرم الله وجهه عندما قال: هي العمل بالتنزيل. التقوى هي العمل بالتنزيل، أي العمل بالقرآن الكريم والتفاعل مع أوامره ونواهيه، بمعنى أن يكون الإنسان وقافا عند أمره ونهيه. العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. يقول تعالى في سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ويقول تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. السخرية لا يقصد بها الاستهزاء إطلاقا، وإنما يقصد بها لكي يتسخر بعضهم إلى بعض، وهكذا يقع ويحصل التكافؤ في المصالح. والخوف من الجليل، أي الخوف من الله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار، في السفر وفي الحضار، في كل وقت وحين. والاستعداد ليوم الرحيل، بمعنى أن يكون الإنسان مستعدا لمواجهة ملك الموت لتسليم الروح إلى بارئها. سلفنا الصالح رموز هذه الأمة، علماء هذه الأمة، أقطاب هذه الأمة، كانوا يتحاورون ويتبادلون الأفكار حول التقوى.
نجد أن عمر الفاروق رضي الله عنه يسأل سيدنا أبي ويقول له: ما التقوى؟ ما المقصود بها؟ ويجيبه أبي على جناح السرعة والفور قائلا: هل مررت يوما بطريق ذي أشواك؟ ويجيبه الفاروق قائلا: نعم. يقول له: كيف فعلت؟ كيف تصرفت؟ يقول: حادرت وتشمرت. يقول له: تلك هي التقوى. من أراد التقوى أن يكون حاذرا وأن يسير في الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه. ورابطوا: واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون فوزا عظيما لا خسارة بعده أبدا. وفي سورة البقرة يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مرة أخرى نعود إلى نداء الإله من النداءات الواردة في كتاب الله: استعينوا على أمور الدين والدنيا على حد سواء بالصبر والصلاة. ولم يقل جل جلاله: استعينوا بالصبر والزكاة، استعينوا بالصبر والحج، استعينوا بالصبر والتوحيد، استعينوا بالصبر والصيام، وإنما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أفردها بالذكر لأنها تتكرر كثيرا، ولأن ثوابها عظيما، ولتحفيز الناس على التعامل معها. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى عالم الملائكة، منهم الساجد ومنهم الراكع ومنهم القائم ومنهم المهلل، فطلب الله عز وجل أن يرزقه عبادة شاملة لعبادة الملائكة، فأكرمه بالصلاة، فيها القرآن، فيها العقيدة، فيها التشهد، فيها الإيمان، فيها الاستغفار، فيها التوحيد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يروى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قتم، وقيل بنت له، فأخذ يردد هذه الآية: استعينوا بالصبر والصلاة. ثم قال: عورة سترها الله، مؤونة كفلها الله، أجر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق وأخذ يصلي وهو يقرأ قول الله عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة. ثم قال تعالى: إن الله مع الصابرين. هذه المعية معاشر الإخوة قسمها العلماء إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. في المعية العامة أشار إليها ربنا جل وعلا قائلا: وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه بقدرته سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة: إن الله مع الصابرين، معهم بالعون والنصر والتمكين، إن الله مع الصابرين. وكثيرا ما يتحدث القرآن الكريم عن هذه المعية الخاصة. ورد في سورة التوبة، ورد قوله سبحانه وتعالى: تاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة تعني التأييد والعون والنصر والتمكين. ويقول تعالى في سورة طه وهو يخاطب موسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أمر إلهي موجه إلى سيدنا موسى عليه السلام، يقول له: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري،
أي ولا تفترى في ذكري. ثم قال اذهبا إلى فرعون. أليف التثنية اذهبا إلى فرعون إنه طغى. بداية أصدر أمره إلى نبيه موسى عليه السلام، وفي المرة الثانية إلى موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. والطغيان هو تجاوز الحد، كما قال تعالى لما طاغ الماء أي تجاوز الحد. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. يقول الله جل جلاله لموسى وهارون قولا له قولا لينا قولا سديدا قولا فيه احترام فيه أدب لعله يتذكر عظمة الله ويخشى عقابه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يغفى أن يعجل بإنزال العقوبة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. هذه معية خاصة. إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه جملة اعتراضية. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء لا موطئة لقسم محذوف تقديره والله لأختبرنكم. لنبلونكم بشيء وفي قراءة أشياء. ولنبلونكم بشيء جاءت نكيرة للإشارة إلى أن هذا الامتحان هو امتحان إلهي يسير. ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف من العدو. إذا فقد الإنسان الأمن القومي والأمن الغذائي والأمن الروحي فهو يضطرب في عيشه وفي حياته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والجوع قد يتحقق بالقحط والجفاف ونقص من الأموال. نقص الأموال يكون بالضياع والجوائح وبالتلف. ثم قال تعالى والثمرات. وتصدى الإمام الشافعي رحمه الله إلى هذه الآية وقال ولنبلونكم أي ولنختبرنكم بشيء من الخوف أي الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الإله هو امتحان للعبد. هل يستطيع الصبر ومواصلة الطريق أم لا يستطيع؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. يقول الشافعي رحمه الله الجوع الصوم في رمضان هو اختبار للعبد. ونقص من الأموال يقول الإمام الشافعي بتطبيق قاعدة الزكاة خذ من أموالهم صدقة. فنقص الأموال يكون عن الزكاة ثم ينمو هذا المال ويصبح كثيرا. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بموت الأحباب والأقارب. إذن هذه اختبارات تنتظرنا جميعا معاشر الإخوة. يقول سيدنا عمر الفاروق وجدنا خير عيشنا بالصبر. بالصبر تصل إلى مبتغاك. بالصبر تؤدي الصلوات. بالصبر تخرج زكاة أموالك. بالصبر تؤدي مناسك الحج. بالصبر يكون توحيدك خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذا كان يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر. أما إن لم يكن لك صبر فإنك تتطلع إلى ناطحة السحاب إلى البنيان العملاق إلى الأموال السيارات الفاخرة وهنا تعيش في بؤس شديد على عكس ما تتوقع. وجدنا خير عيشنا في الصبر. وكان
الإمام علي رضي الله عنه يقول: ألا إن الصبر بمثابة الرأس من الجسد، جسد بدون رأس لا قيمة له، ولكن إذا كان الرأس فإن الجسد يكون سليما. ثم ألف قائلا: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. معاشر الإخوة التلاوطين، نسأل الله عز وجل أن يرزق هذه العائلة الصبر. اللهم ارزقهم صبر المؤمنين، صبر المتقين، صبر المحسنين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. المرحوم اللهم تجاوز عنه، اللهم اسكنه فسيحا في جنابك، اللهم اجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن جميعا اللهم قونا وقوي إيماننا واحفظنا ورعانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم أمير المؤمنين جلالة ملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز بالدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة مع الحق وفي الحمومين، واحفظه في شقيقه وفي ولي أهله، وصلوا على من أمرتم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.